التعلق هو شعور بيديني اطار، لو عشت بره الاطار ده بتضايق جدا وبتاذي جدا وممكن اعيا. كل الامراض بلا استثناء وراها تعلق عنيف، وكل ما كان المرض اكثر شده كل ما كان التعلق اكثر حده. انا بشيل المسؤوليه صحيح، بس استعبت بقى اللي حواليا قاعدين عارفيني بحب اعبر عن نفسي واللي حواليا ما بيسمعونيش. انا انسان مسالم واحب الهدوء كده والسلام، مش عايز اي صراع. انا احب التميز، احب الاتقان، احب ان كل شيء يبقى بيرفكت. اصلا انا بيرفكشنست. دايما الاحتياج مرتبط بتعلق، فانا بحس بمسؤوليه عاليه جدا. المسؤوليه عباره عن شعور شيل هم، فبحس ان انا شايل هم، والهم ده الهدف منه الوصول للاحتياج. الفرق بين الحياه بتعلق وبدون تعلق ان في الحياه اللي من غير تعلق هنعيش نفس اللي احنا بنعمله في حياه التعلق، بس مش هنبقى مضايقين.